إذن في هذه المساحة من المتابعة ينضم إلينا من أربيل الدكتور علاء النشوع الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك دكتور علاء، وأبدأ معك من توصيف هذا العدوان من قبل الحكومة العراقية بأنه خطير وسافر، وبناء عليه هل وصلت العلاقة بين العراق وأمريكا إلى مرحلة خطيرة؟ نعم، شكرا جزيلا لك سيدة الفاضل ولمشاهدي قناتكم الموقرة. حقيقة يعني هو كل اختراق للسيادة العراقية هو مرفوض، يعني كان من إيران أو كان من الولايات المتحدة وكان من أي دولة جارة أخرى، ولكن يعني مع كل الأسف هنالك تعدد في الأسباب التي دعت الولايات المتحدة أن تقوم بهذا العمل واختراق سيادة العراق من أجل رؤية إيران وليس من أجل رؤية العراق كحالة أو كدولة تحترم سيادتها وتحترم استقرارها وأمنها. يعني احنا إذا نقول العلاقة اليوم ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الحكومة العراقية، حقيقة هي قلقة ليس بسبب الحكومة العراقية، ولكن هي قلقة بسبب التدخلات الإقليمية والأجندات التي تخضع لها فصائل محسوبة على العراق وهي على الأرض العراقية وتقوم باستفزازات كثيرة للقوات الأمريكية. الأمريكان يعني لهم استراتيجية واضحة في الشرق الأوسط، ولهم أيضا استراتيجية واضحة في العراق باعتبار أن هنالك 5 قواعد أمريكية متواجدة في العراق بموافقة الحكومة العراقية، وهنالك اتفاقية مرتبط بها العراق والحكومة الأمريكية. هذه الاتفاقية كانت في عام 2008 والتي حددت بموجبها وجود 5 قواعد عسكرية بالإضافة للحفاظ على المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمي. وحقيقة هنالك اتفاقية مع الجانب العراقي في عام 2023، فهناك وفد رفيع المستوى ذهب إلى واشنطن وعقد اتفاقا بخصوص الاستقرار الإقليمي، وهذا الأمر يعني حقيقة ينعكس انعكاس سلبي على الحكومة العراقية لأنها قد قدمت التزامات ووضعت نفسها في ارتباطات مباشرة مع الأمن القومي الأمريكي باعتبار أن هنالك حالة تهدد هذا الأمن والاستقرار بوجود هذه القواعد. أين سيضعها هذا الأمر الذي تشير إليه دكتور علاء وهذه الالتزامات التي ارتبطت بها منذ العام 2023، ارتباط أمن عراق مع أمن قومي أمريكي أو الأمن الإقليمي، أين سيضعها اليوم مع كل المناشدات والتحركات الداخلية العراقية بوجوب إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية وبالتالي هذه الصيغة الأمنية؟ يعني هي المشكلة أنه إحنا يعني بعد حرب داعش بعد 2014 كان هنالك تحالف دولي، وهذا التحالف الدولي دعا إليه العراق وبدعوة الحكومة العراقية دخلت قوات التحالف إلى العراق. يعني هنالك التزامات دولية على العراق، منها الدعوة، منها يعني وضع كل المقدرات والإمكانات العراقية تحت أمرة التحالف باعتبار أن العراق مهدد لأمن داخلي وأمن خارجي. اليوم ايضا كذلك يعني هنالك اصوات في العراق تريد ان اخراج القوات الاجنبيه، ومنها القوات الامريكيه التي تلتزم مع القوات العراقيه بمعاهدات، وهذه المعاهده تستمر يعني حقيقه حتى نكون دقيقين ان المعاهده العراقيه الامريكيه ترى يعني لاكثر من 99 سنه، والجماعة اليوم يتحدثون عن خروج القوات الأمريكية وخاصة بعد قرار مجلس النواب في عام 2019. الحقيقة أنه الالتزامات والاتفاقيات التي يلتزم بها العراق مع الولايات المتحدة هي طويلة الأمد، وحقيقة تخضع للكثير من الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الجانب الأمريكي، وهذا الأمر يعني يعقد المشهد من ناحية اتخاذ العراق القرارات الغير المناسبة. بالإضافة إلى ذلك فهنالك يعني أنه التزامات على العراق من ضمنها وجود قوات تدريبية، وجود مشورة كذلك، اعتبرت الولايات المتحدة الأمن القومي العراقي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الأمريكي في حالة تعرضه للأخطار الخارجية. إذن دكتور علاء، في هذه الارتباطات والاتفاقيات التي تشير إليها لا مفر من التواجد الأمريكي ولا مفر من هذا الارتباط ما بين العراق وأمريكا بهذه الأشكال، هذا إلى أين سيفضي بالعراق إن استمرت هذه العمليات وأن ذهبت فعلا الفصائل المسلحة أو الحشد الشعبي إلى خطة هجومية ثانية أو مرحلة ثانية؟ هو سيدة الفاضل يعني المشكلة اليوم احنا عندنا الحكومة العراقية وفصائل الحشد، يعني احنا عندنا قوتين الآن متواجدة على الأرض، قوة الدولة وقوة الفصائل، وقوة الفصائل هذه ليس كل الفصائل، فهنالك بعض الفصائل التي ترتبط بأجندات
إقليمية. ولكن هنالك جزء من الفصائل مرتبطة به الحكومة والدولة العراقية. لا وضمن الدولة العراقية وهي داخلة بالحكومة العراقية، يعني مثل العصائب، بعض الفصائل الأخرى مرتبطة بالحكومة ولها ممثلين بالحكومة ولها وزراء بالحكومة. أما بعض الفصائل الأخرى اللي هي محسوبة على الحكومة العراقية وهي جزء من المنظومة السياسية، والآن هي من تقوم بضرب الأمريكان. يعني إحنا المشكلة بينا أنه ما عندنا مسؤولية الدولة ضمن مسؤولية القيم والاتفاقيات الدولية. يعني مع كل الأسف أنه هؤلاء الفصائل لا تفهم معنى الاتفاقيات الدولية مع الدول وما تتعتم عليها من التزامات من قبل الجانب العراقي. حقيقة رئيس الوزراء العراقي هو دائما يؤكد على خروج القوات الأمريكية، ولكن بطرق هي قد تكون سلمية، ولكن هذا الأمر ليس بيد رئيس الوزراء العراقي. رئيس الوزراء العراقي هو توالى في وزارات، يعني حقيقة بعد تعدد الحكومات العراقية منذ عام 2005 وإلى اليوم. إحنا عقدنا الاتفاقية في عام 2008 في حكومة السيد المالكي. حكومة السيد المالكي وضعت على العراق التزامات ويعني أمور يمكن لا يمكن حسبانها بالنسبة للحكومات الأخرى التي تجهل ما في هذه الاتفاقيات. يعني إحنا عندنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي فعلت في عام 2022 في حكومة السيد الكاظمي، وكان هنالك هذا التفعيل، وبالإضافة إلى ذلك زادت هنالك الأعداد بالنسبة للقوات الأمريكية من خلال يعني المستشارين ومن خلال وجود قوات قتالية على الأرض. إذن القضية سيدتي الفاضلة هي مو مرتبطة بالقرار السياسي العراقي الآن. القرار السياسي العراقي الآن هو مكبل لأسباب كثيرة، مكبل من ناحية الداخل باعتبار أن هنالك فصائل تهدد الأمريكان، وكذلك هناك اتخاذ قرارات من قبل القيادة المركزية وقوات يعني القوات التحالف بأن الخروج من العراق الآن هو يعرض الأمن والاستقرار إلى الخطر. فإذا في هذه الحالة يعني عندما ننظر إلى التعقيد في المشهد، هو ليس التعقيد في الداخل العراق فقط، وإنما هنالك الأجندة الإقليمية التي تفرض على أن يكون هنالك صراع مباشر ما بين الولايات المتحدة وإيران ويدفع ثمنه العراق. إذن القضية هي مو قضية إنه إحنا الآن داخلين حرب مع الولايات المتحدة. الآن الولايات المتحدة نعم تنتهك السيادة سيادة العراق، ولكن هذه السيادة تنتهك بأسباب عراقية، يعني لأسباب أن هنالك فصائل محسوبة على العراق هي من تنتهك هذه السيادة وليس الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك دكتور علاء النشوع الخبير العسكري والاستراتيجي على كل هذه الإيضاحات. وكما أشرت يعني هذه الاتفاقيات قد رسختها حكومات متعاقبة ورؤساء حكومات متعاقبة، ولكن يعني هنالك تدخل الأطراف داخليا وإقليميا وصولا إلى أمريكا.